السلام عليكم، وياكم دكتور مصطفى ستار. This is part 2 من محاضرة الـ proximal humeral fractures. بالـ part 1 حكينا على الـ proximal end of the humerus، تمام؟ حكينا على الـ proximal humeral fractures، وحكينا عليمن على Near's classification system. قلنا هذا عبارة عن نظام التصنيف وضعه الـ orthopedic surgeon Near. قسمنا على ضوئه الـ proximal humeral fracture إلى 1 part fracture و 2 part fracture و 3 part fracture و 4 part fracture. زين، هسه أنا قبل لا أكمل بالمحاضرة part 2، أكو شوية يعني general principles بالأورثوبيديك إحنا نكون يعني نعرفهم قبل لا نكمل بقية المحاضرة، حتى يعني تكون الأمور واضحة عندنا. احنا ذكرنا بديش المحاضرة، قلنا البون الفراكتشر بالبون، الفراكتشر بالبون يا من يصير عندي هنا فراكتشر، قلنا يا اما يكون هو non displaced وبالتالي قلنا هذا فراكتشر الهيلينج مالته يكون يعني احسن، لانه انا يعني بس احتاج اثبته هذا الفراكتشر هنا، أنا بس احتاج اثبت هذه سميناها فراجمنت، هاي بس احتاج اثبت هاي الفراجمنت ويا هاي الفراجمنت، وبالتالي الهيلينج مالتي راح وبالتالي راح يصير عندي هيلينج بالبون. اما هنا النوع الثاني من الفراكتشر قلنا اذا هو كان الديسبليسد فراكتشر، الديسبليسد فراكتشر قلنا شنو؟ انه هذين التو سيجمنتس اوف ذا بون دي ار ديسبليسد، يعني اذا هذه سيجمنت مال البون هذا الجزء وهذا الجزء يعني راح اواي فروم ات، يعني هيجي تمام. فهسه صار عنده صار بيناتهم فراغ، هذا الحركه يعني اذا تو فراجمنتس ابتعدن عن بعضهم سواء يعني وحدة فوق وحدة لجوا وحدة راحت يمنى وحدة راحت يسرى، او احيانا التفن يعني بقى بمكانهن بس يعني واحد التف على الثاني، هذا نسميه displaced fracture. displaced fracture هذا ما يحتاج ارجع لان هو يعني بس اثبت الفراكتشر على مود يلتئم وتمام، هذا لا، هذا نحتاج نسوي له عفوا نحتاج دني ارجعهن الفراجمنتس، يعني واحد نجيب واحد يعني نخليهم facing each other واحد يقابل الثاني. احنا يعني بجراحة الكسور والعظام بالأورثوبيتك سيرجري هاي العملية نسميها reduction. شو يعني؟ انه احول الديسبليسد فراكتشر ارجعه الى نون ديسبليسد فراكتشر، لانه قلنا حتى الالتئام يصير عندي، هاي نسميها احنا reduction process، هذا نسميه reduction اللي انه الفراجمنتس ارجعها. الريدكشن بالأورثوبيديك بي نوعين، تمام؟ أكو عندي closed reduction وأكو عندنا open reduction. closed reduction and open reduction. closed reduction شنو نقصد بي؟ نقصد بي من يجينا إحنا المريوف وندز أشعة ونلقى عنده كسر، وهذا الكسر كان displaced والفراجمنتس بعيدات عن بعضهن، فهنا مجرد يعني ننطي للمريض انالجيزيا يعني مسكن مع الالام، وننطي مصل ريلاكسنت مرخي مع العضلات، ونبدي احنا مانيوال مانيبيوليشن. شنو يعني مانيوال؟ يعني احنا بايدينا نحرك الايد ونحرك العضله ونحرك المفصل ونحرك المريض بالطريقة اللي نريدها، وطبعا لازم بالطريقة يعني الصحيحة حسب كل فراكتشر وين يا عظم مكسور، حتى نرجع هاي الفراجمنتس يعني البعض من البعض، تمام؟ بدون ما افطر ادخل المريض الى عملية وافتح يعني اسوي انسجن، يعني افتح الجلد مالته وافتح العضلات واشتغل، اذا بدون عملية يعني بس مجرد مسكن الام ومرخي هذا نسميه ومرخي العضلات، هذا نسميه احنا closed reduction اللي هو manual manipulation. manual يعني يدوي، manipulation يعني أنا أحرك بإيدي أحرك الفراجمنتس هذني حتى أرجعهن. بعض الك عفوا
بعض الكسور اصلا يعني احنا بنشوفها من الاكس راي لقدام، يعني بنشوفها بالاكس راي اقولا هذا الكسر ما راح يرجع، لانه هذا يعني الفراجمنتس مبتعدات كلش عن بعضهن هوايه، ما راح اقدر ارجعهن من خلال الكلوزد ريدكشن. هنا انا راح احتاج اوبن ريدكشن، او احيانا بيشنت يعني مريض بيجي اسوي له اني كلوزد ريدكشن بس يفشل، يعني نحاول مره اثنين ثلاثه نحاول نسوي كلوزد ريدكشن يفشل يعني ما ينجح، فراح نحول المن الى الاوبن ريدكشن. الاوبن ريدكشن هو انه يعني ندخل المريض عمليات وتخدير، واذا هو مثلا هسه احنا عندنا بروكسيمال هيومرال فراكشر نسوي انسيجن، يعني نسوي بالمشرط نقص الجلد على الشولدر جوينت ونوخر وراه يعني الكونكتيف تيشو اللي يطلع، ونوخر العضلات اللي تطلع حتى نطلع البون ونرجع الفراجمنتس نسطرهن مثل ما كانن حسب الـ يعني الكوركت اناتوميكال بوزيشن، حسب يعني موقعهن التشريح الصحيح. زين هذا نسميه احنا اوبن ريدكشن. اذا اول خطوه من يجينا عندنا ديسبليسد فراكتشر، هذا ديسبليسد اول خطوه كانت شنو لازم اسوي؟ ريدكشن، وريدكشن قلنا اكو كلوزد واكو اوبن. ثاني خطوة البون حتى يلتئم، الكسر بالعظم حتى يلتئم لازم الفراغمنت مال العظم الأجزاء تبقى متصلة مع بعضها البعض لمدة يعني شهر شهرين ثلاثة، لازم ما يتحركن حتى يلتئمن ما بيناتن. شلون هذا خليهن ما يتحركن؟ الخطوة الثانية هاي نسميها احنا فيكسيشن. الخطوة الثانية بالتريتمنت مال الـ displaced fracture شو نسميها احنا؟ fixation. عفوا الفيكسيشن بي يعني انواع، يا اما اخذنا الكاست، كاست قلنا هي الجبيرة، الجبيرة وما رجعنا الفراجمنتس نلفها بالجبيرة، الجبيرة اللي هي يعني ورماتية بس تصير قوية، فمن تصير قوية بعد تمنع حركة الفراجمنتس مال البونز، فهاي كاست. او عندنا شيء نسميه internal fixation، أو عندنا شيء نسميه external fixation. زين إذا cast و internal fixation و external fixation. ال internal fixation نقصد به انه احنا ورا ما دخلنا المريض، طبعا الكاست هو ما يحتاج، الكاست يعني ما يحتاج عمليه، يعني نون او يعني الكاست نعتبره احنا كونزرفاتيف. زين اما هذني في الغالب ذني اوبراتيف، ذني في الغالب اوبراتيف يعني يحتاجون عمليه. ال internal fixation هو انه نجيب قطع معدنيه يعني سواء بليته وبرغي براغي وايرات سوتشرز، نجيب قطع معدنيه نربط بيها الفراجمنتس مال الديسبليسد فراكتشر، من راح اربطهن مع يعني مع بعضهن البعض راح يثبت البون. الانترنال فيكسيشن، هذا الانترنال فيكسيشن ببعض الانواع الشائعه، انترنال فيكسيشن بعض الأنواع اللي هن إحنا نسميهن plate، يعني plate and screw. تمام، plate يعني بليتة حديدية وبراغي، تمام. وأكو عندنا نسميه intramedullary nail. intramedullary nail هو عبارة عن نيل بسمار ندخله بالmedullary cavity. تعرفون انتم البون يعني هذا بون، هذا احنا الاوتر نسميه احنا compact bone، هذا compact bone، هذا بالنص cavity نسميه احنا medullary cavity. طبعا الmedullary cavity هذا ندخل بيه النيل، فراح اسميه intramedullary cavity. اكو بعدهم انواع عندنا مثلا وايرز، تمام، خاصة اكو شيء يعني نسميه احنا كي واير، هذا هم يعني شيء كومن. اكو عندنا مثلا سوتشرز يعني هي مثل الخيوط اللي نخيط بها الجلد، بس هنا يعني اقوى، يعني سوتشرز اقوى بهواي من اللي نستخدم بها للجلد، ندخلها همات بالبون ون يعني مثل كانه نخيط الفراجمنتس مال الديسبليسد فراكتشر مع بعضها البعض من خلال السوتشرز.
فالانترنال فيكسيشن ممكن يعني عندنا بلاي عفوا بلايت اند سكرو، ممكن انترا ميدولاري نيل، ممكن كي واير، ممكن سوتشرز، ممكن اكو بيركوتينياس بينز. هسه بعدين ناخذها بيركوتينياس بينز مثل يعني يعني هن تقريبا مثل البراغي او مثل البسامير. زين هسه لو نشوف هاي الصوره باعو، هذا التيبيا، هذا عظم تيبيا بون، هذا التيبيا بون من هنا عندنا فراكتشر. تمام شوفوا هذه فراغمنت وهاي فراغمنت، ذني الفراغمنت بمن ربطناها جبنا هاي بعرف هذي هاي بليته هاي بليت، this is a plate، وهذني شنو الطابات هنا وهنا 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 وهنا، هذني سكرو plate and سكرو، هذا يعني هذا this is احد انواع الانترنال فيكسيشن. هذا شنو هذا انترا ميدولر، يعني هذا الفيمر بون عفوا هذا عظم الفيمر يعني عظم الفخذ الفيمر بون بهذا الفراكتشر. تمام شلون ثبتت هذا الفراكتشر من خلال هذا نيل، هذا بسمار نيل وهذا هم كذلك بسمار، هذا راح اسميه انترا ميدولري، انترا ميدولري نيل، انترا ميدولري نيل. زين طبعا الانترا ميدولري نيل لاحظوا هسه انا من هذا الفراكتشر نمسح هذه من هذا منطب من اطبب هسه اني بس نيل يعني بسمار من طببته منا ومن هنا هاي الفراغمنت، هاي الفراغمنت منا لهنا بعد ما تقدر تتحرك عن هاي الفراغمنت، ما تقدر طبعا ما تقدر تتحرك لا لقدام ولا لي ورا زين، ولا تقدر تتحرك يعني يمنى ويسرى، بس الحركة الوحيدة اللي بقت شنو هي انه تقدر تفتح يعني هذه تقدر تفتح إلي هنا هذه بس هذه تقدر تفتح لهنا وتقدر تفتح لهناك، هاي الموفمنت الحركة يعني سأني هذا النيل منعت لقدام ولورا ويمنى ويسرى، الحركة هاي الدائرية شلون امنعها انه اخلي نيل ثاني من هنا ادخله من هنا وادخله لهنا، فهسه هذا البسمار منع الحركه يعني امام وخلف ويمين ويسار، هذا البسمار من هنا يمنع الحركه الدائريه، فهذا احد انواع الانترنال فيكسيشن شو نسميه انترا ميدولاري نيل. هنا هذا هم احد انواع الانترنال فيكسيشن، هاي هذا البتالا اللي هي عظم الرضفه يعني هاي الركبه. تمام شوفوا هاي الركبه يعني نصيحة احنا بالعامية الصابونة، وشوفوا منين مكسورة من هنا من النص، مكسورة من هنا من النص هسه بس انا امسح حتى نأشر شو اسمه يوضح حتى التأشير مال التنشن باند واير. بما انه هي مكسورة من هنا لاحظوا هذه البتالة لفيناها جبنا واير لفيناه بطريقة مثل الاكس، وطبعا هو يلتف لورا، هاي الطريقة لفيناها بشكل تولد كومبريشن ضغط على البتالة، هذه البتالة لأنه انكسرت منها حتى ما أمنع هاي الفراغمنت تروح سبيريرلي وهاي الفراغمنت تروح انفيريرلي، ربطتهن بهاي الطريقة حتى أسوي كومبريشن، هاي الطريقة اسمها تنشن باند واير، هو عبارة عن واير لفيتها بطريقة تولد لي تنشن، تولد لي ضغط، تولد لي شد على العظم بحيث الفراغمنتس مال العظم ما راح تنفصل عن بعضها البعض. طبعا هذه اكيد هم احد طرق الفيكسيشن، بس مو احد طرق الانترنال فيكسيشن، هي كاست، هاي كاست جبيره احد طرق الفيكسيشن. فالفيكسيشن كان عندنا الكاست، عندنا الانترنال فيكسيشن من امثله البلايت اند سكرو، الانترا ميدولاري نيل، الكي واير، التنشن باند واير، واكو بيركوتينيوس بينز. اكو بيركوتينيوس بينز، هذا عفوا هذا هو ثالث نوع من الانترنال عفوا من الفيكسيشن، هذا هو اكسترنال فيكسيشن. الفكره مع الاكسترنال فيكسيشن انه اني هذا البون باعوا له هذا يا بون هذا عفوا هذا التيبيا عفوا اذا هذا التيبيا فانا اشتبهت هنا، هذا مو عظم التيبيا هذا عظم الفيبيولا، هذا هنا هذا العظم المكسور هذا الفيبيولا. زين هي يعني سموه يمنه هنا بس على سبيل المثال،
هذا التيبيا. التيبيا هالمرة باعهم يعني مكسر هنا multiple، يعني هذا نسميه احنا الفراكتشر اذا كان يعني الفراجمنتس مالتهم كلش هوايه وصايرات صغار، هذا نسميه احنا كومينوتد فراكتشر. هذا كومينوتد فراكتشر. زين الاكسترنال فيكسيشن فكرته انه اني ما اخلي شيء، ما اخلي قطعه معدنيه تكون ان كونتاكت ويا الفراكتشر سايت. هسه هو مو هذا الفراكتشر، ما لو تلاحظون ماكو اي قطعه معدنيه خليناها عاليه. الاكسترنال فيكسيشن فكرته انه القطع المعدنيه ادخلها بهذا، هذا البون هنا نورمال، هذا ما مكسور، هذا نورمال ما بيكسر، وهذا هنا هم ديستالي هم نورمال ما بيكسر. فالفكره انه ادخلت هذني باعوا هذني البراغي بالنورمال بون، بحيث هذا الفراكتشر بون ما بقت يمه اي يعني اي قطعه معدنيه، وهذني هذني اللي دخلناها بالنورمال بون ربطناها بهذا، هذا نسميه احنا الاكسترنال فريم. يعني هيكل، هذا هيكل معدني حديدي يربط ما بين البراغي او البسامير اللي خليناها ندني فوق والبراغي او البسامير اللي خليناها جوا. هذا نسميه احنا احد انواع الفيكسيشن اللي هو اكسترنال فيكسيشن. طبعا له يعني دواعي استخدام خاصه، له يعني سبيسيفيك انديكيشن، بس هسه يعني هنا مو من ضمن محاضرتنا. زين فهذا هو الاكسترنال فيكسيشن. فاذا يا عندنا الفراكتشر، الفراكتشر اللي يجي من يجينا يا اما نقسمه يا اما نون ديسبليسد فراكتشر، هذا ما يحتاج اراجعه لان هو نون ديسبليسد، بس مجرد اثبته بس، اذا هذا يحتاج بس فيكسيشن. اما هذا ديسبليسد فراكتشر فش يحتاج؟ يحتاج ريدكشن، يحتاج ريدكشن. وقلنا ريدكشن اكو عندي كلوزد ريدكشن واكو عندي اوبن ريدكشن، اكو كلوزد ريدكشن واكو open reduction. ال closed reduction انه ما احتاج لا ادخل المريض الى عمليات ولا يعني ولا احتاج افتح الجلد او افتح اي مكان الكسر، مجرد اسوي شنو manual manipulation، نطل المريض analgesia مسكن الام ومرخل العضلات، ونسوي يعني احنا بيدنا manual يدويا نحرك الفراجمنتس هذني حتى نرجعها. احيانا ال closed fraction عفوا الكلوزد ريدكشن ما ينجح، اكثر من مره نحاول ما ينجح، واحيانا اصلا اللي قدام احنا نختار انه اوبن ريدكشن، لانه يعني نشوف بالاكس راي على عفوا بالاكس راي نشوف انه الفراجمنتس هواي او مبتعدات يعني عن بعضهم هوايه، فما اقدر يعني انا ارجحهم كلوز، فهنا راح نحتاج ندخل المريض ولا عمليات ويعني نفتح مكان الفراكتشر ونوخر السكين، نوخر يعني جوا السبكوتينيوس تشو، نوخر الديب فيشيا، نوخر المسلز العضلات، ونطلع الفراجمنتس ونرجحهم مع بعضهم البعض. ورا ما سويت ريدكشن احتاج اثبت الفراجمنتس سوا على مود يلتئم، والفيكسيشن الفيكسيشن هي النكست ستيب. قلنا ممكن عندنا كاست احد انواع الفيكسيشن، ممكن عندنا انترنال فيكسيشن، وممكن عندنا اكسترنال فيكسيشن. زين الانترنال فيكسيشن قلنا القطعه المعدنيه اللي احطها تكون ان كونتاكت وذ ذا فراكتشر، يعني على اتصال على مكان الكسر بالعظم. اما الاكسترنال فيكسيشن لا فكرته انه ما راح يكون اي، ما راح تكون عندي اي يعني اي انسترومنتس اي ادوات مال فيكسيشن، اي قطع ما راح تكون ان كونتاكت ويا يعني السايت اوف ذا فراكتشر ويا المكان الكسر. زين الانترنال فيكسيشن قلنا مثل ايش امثلته؟ مثل البليت اند سكرو، مثل الانترا ميدولاري نيل، مثل هذا سمينا تنشن باند واير، وهذا هو هذا مثال على الاكسترنال فيكسيشن. طبعا اكيد الكاست هم عندنا هو احد امثله الفيكسيشن. زين هذني يعني جنرال برينسيبلز، جنرال برينسيبلز حول يعني الاورثوبيديك، حول الريدكشن والفيكسيشن بالاورثوبيديك سيرجريز او يعني بالمانجمنت مال الفراكتشر. زين الان احنا محاضرتنا كانت تحكي على من على البروكسيمال هيومرال فراكتشر. شوي نحكي كلينيكلي، يعني المريض كلينيكلي يعني شلون يجينا، يجينا شلون للطوارئ.
البروكسيمال هيومرال فراكتشر يعني المريض ايش راح يجي اول شيء هيستوري على انه يا اما هو يعني RTA معناتها رود ترافيك اكسيدنت رود ترافيك طيب يعني حادث سير اكسيدنت تمام او مثل ما قلنا يعني هذا رود ترافيك اكسيدنت هذا وين يوجوالي باليونج ايج لانه مثل ما قلنا اليونج البونز مالتهم سترونج قويه فيحتاجون يعني حادث قوي او احيانا هم الاولد ايج يعني اي تروما بسيطه ممكن الاولد ايج اي تروما بسيطه عفوا ممكن ينكسر خاصه يعني احنا نسميه falling on out stretched okay falling on out stretched arm يعني يوقع على القاع ويتلقى القاع بايده old age والبونز مالته osteoporotic بها هشاشه بالعظام وويك يوقع يتلقى القاع بايده فممكن يصير عنده بروكسيمال يعني هذا يطلع هيستوري بالاكزامينيشن راح نشوف انه هو اكيد راح يشكو من pain الم بمنطقه الشولدر راح نلقى كذلك swelling يعني تورم وانتفاخ تمام راح نلقى يعني اوكي يعني نلقى pain تمام نلقى swelling نلقى bruising يعني ازرقاق يعني او كدمات bruising ازرقاق او كدمات زين عيني فهذا يعني احنا بالفيزيكال اكزامينيشن راح نشوفه تمام كذلك يعني نطلب من المريض يحاول يحرك ايده حتى يشوف يعني هل اكو مجال للحركه او يعني ابد ما يقدر زين وما هذا اذا ورا ما الهيستوري اللي طاه هو والفيزيكال اكزامينيشن راح ندز انفستيجيشن شو بالاورثوبيديك احنا اكيد اهم انفستيجيشن عندنا هو الاكس راي بالاورثوبيديك اهم يعني انفستيجيشن هو الاكس راي الاشعه حتى نشوف البونز الكسر بيها ندز الاشعه طبعا الاشعه بالنسبه للشولدر اكو عندنا فيوز يعني هن انواع للاكس راي اندز بيهن يعني من يجيني انا اشكيت انه هذا عنده كسر يا مش شولدر اريد اعرف شنو وين هذا كسر دزيت اكس راي فاقول لابو يعني ابو الاشعه اريد اكو عندنا فيوز محدده احنا بالبروكسيمال هيومرال فراكتشر التيبيكال هي anterior posterior view شنو تعرفون انتم بالاشعه اكو عندنا شيء نسميه التيوب هذا التيوب تطلع من عنده الاشعه يطلع من عنده الاكس راي بيم يعني يطلع من عنده الحزمه مال الضوء واكو عندنا هنا المستلم اللي هو عفوا الفيلم فانتيريور بوستيريور فيو اخلي التيوب ورا الشولدر بيهايند ورا الكتف بيهايند شولدر تمام واخلي الفيل اخلي الفيل انتيريور اوكي انتيريور تو شولدر زين فاذا اخلي التيوب خلف ورا الكتف والفيل اخليه امام الكتف هاي اسميها انتيريور بوستيريور فيو احيانا طبعا انتم مثل ما اخذتوا قلنا لان الفراجمنتس ممكن يعني مثلا فور بارت فراكتشر اربع فراجمنتس فهاي الاربع فراجمنتس راح تنفصل عن بعضها يصير بها اوفرلابينج يعني ناس قدام ناس وانتم تعرفون الاكس راي هي 2D فاذا يعني 2D ايمج فاذا صارت ناس قدام ناس بالاكس راي راح اشوفها وحده اني في بالفعل هن اثنين فحتى افرقهن احتاج انظر من زاويه اخرى هاي نسميها احنا اكزيلري فيو هاي نسميها احنا اكزيلري فيو يعني انا اغويكم صورتها بالضبط هذه الاكزيلري فيو انه شوفوا انه هالمره التيوب هذا التيوب اللي طالعه من عند الاشعه نخليه هنا اندر ذا اكزيلر تمام والفيلم اخليه ابوف ذا شولدر هاي الفيو نسميها اكزيلري فيو هاي نسميها احنا اكزيلري فيو تمام اكو بعدها مات فيوز اخرى حسب طلب يعني يعني حسب طلب الاورثوبيديك سيرجن حسب طلب الجراح ممكن يطلب بوستيريا
posterior scapular فيو. البوستيريور سكابيولار فيو انه هنا هي عكس الانتيريور. هالمره لا احطن ال عفوا احطن التيوب هذا التيوب نحطه هالمره نحط التيوب انتيريور تو ذا شولدر ونحط الفيل بيهايند ذا شولدر يعني عكس الانتيريور. الانتيريور حطينا التيوب خلف الشولدر والفيل امام الشولدر. هالمره بالعكس اخلي التيوب امام الشولدر والفيل خلف الشولدر. فاذا يعني الاكس راي اديز انتيريور ريفيو اديز طبعا هاي حسب يعني انا اول شيء اديز انتيريور ريفيو اذا شفت يعني فراكتشر وان بارت تمام او يعني وان بارت ماكو اي فراجمنت ديسبليسد او احيانا تو بارت بس فراجمنت يعني وحده ومبينه واضحه اكتفي بيها. اذا لا والله صار عندي شك والصوره مو كلش واضحه اديز ان اكزيلر ريفيو ممكن اديز ان بوستيريور سكابيولار ريفيو. بس مهما يكون خلوا بالكم يعني اذا الفراكتشر كان كومبلكس معقد والفراجمنتس هوايه ويعني they are يعني overlapping يعني ناس قدام ناس فالاكس راي يعني ممكن هوايه يختلفون بيها. يعني من نجيب مثلا اللي قاعدين بالطوارئ فلان دكتور راح يقول هاي جوز 2 بارت فلان دكتور راح يكون هذه راح يقول لربما هاي 3 بارت. يعني هذا وارد لان الاكس راي لانه الاكس راي هي 2D يعني تعطيني 2D. البتر يعني اذا كان الفراكتشر كلش معقد وما كلش واضح بالاكس راي لازم شندز المريض سي تي سكان. يعني السي تي اللي هو المفراس الحلزوني. ليش السي تي؟ لانه السي تي راح ينطيني 3D image خاصه اكو بي فيتشر نسميها احنا 3D reconstruction ال 3D reconstruction نقصد بها انه احنا يعني السي تي سكان بكبسة زر يعني يطلع لي اياك انه شلون صورة الاطلس مال التشريح 3D يعني صورة 3D واضحة بها كل الفراجمنتس واضحة بها لانه يعني مو 2D. لان السي تي ممكن يعطينا 2D اللي هن يعني حسب السلايسز تمام يعني السلايسز يعني حسب الشرائح تمام يا اما بالساجيتال يا اما بالساجيتال بلين تمام يا اما كورونال يا اما ترانسفيرس او هوريزونتال تسموه احيانا زين. ذني كلهن 2D. اذا اريد 3D اكو هذا عندنا نسميه 3D ريكونستراكشن تمام. نادرا بعض الاورثوبيديك سيرجن ممكن يطلبون MRI رنين اوكي بس هذا يعني مو كلش يعني نستخدمه. يعني هي الاكس راي اذا ما كفت الاكس راي في السي تي ممكن يعني الاكس راي هذه السي تي ممكن يعني يعطيكم 3D reconstruction زين عيني. فاذا هسه احنا قاعدين بالطوارئ اجانا المريض شبيك حجي قاعد يقول عندي الم وقعت على وقع على الشولدر مالته عنده الم بي ومورم وبكدمات وازرقاب دزينا اكس راي حسب هذني ريفيوز مالتنا يا اما انتيريور بوستيريور يا اما اكزيلري فيو يا اما بوستيرير سكابيولار فيو طبعا وحسب ما راح نشوف هسه احنا على اساس راح اشوف انه اكو بروكسيمال هيومرال فراكتشر او لا. واذا اكو بروكسيمال هيومرال فراكتشر يا وين احطه بيا خانه من نيرز كلاسيفيكيشن سيستم زين. بقت اخر شغله قبل لا نرجع للمحاضره مالتنا نطلع الصورة مالتنا هذه. هاي الصورة مالتنا من نفس من ديك المحاضرة. أريدكم تعرفون إنه ال 3 part of ال 2 part وال 3 part fracture وال 4 part ذني ثلاثتين ممكن وممكن لا وياهن anterior or posterior dislocation. ذني الثلاثتين ممكن وياهن يعني with or or without ممكن يجي ويا شي يجي ويا يا اما anterior dislocation ويجي ويا posterior dislocation posterior dislocation زين.
فاذا هذا التو بارت والثري بارت والفور بارت، اي واحد من عندهن ممكن يجي ويا ديسلوكيشن وممكن ما يجي ويا ديسلوكيشن، والديسلوكيشن ممكن يكون انتيريور ممكن يكون بوستيريور ديسلوكيشن. طبعا الديسلوكيشن احنا تعرفون انتم الهيومرس هذا، يعني اذا هذا كان الهيومرس بون وهو هذا هسه نفسي ده رسم، هذا الهيومرس ارتكيوليت ويا من ارتكيوليت ويا هاي نسميها احنا شنو نسميها الجلينويد، هاي نسميها الجلينويد كافيتي. الشولدر جوينت هو عبارة عن articulation ما بين الهيومرال هيد، اوكي هذا نأشر هنا انا، ما بين الهيومرال هيد وما بين هاي نسميها الجلينويد كافيتي. من اقول شو انتيرير ديسلوكيشن معناته هذا الهيومرال هيد اتحرك انتيريرلي باتجاهكم، تحرك انتيرير بسبب انه بسبب التروما اللي صارت، يعني يا اما بسبب انه هي الضربة اللي يعني حركت البون، او احيانا الضربة هي تكسر البون تكسر العظم. من يتكسر العظم المسلز اللي هي اتاجت المسلز الروتيتر كف مسلز اللي اتاجت الليسر تبركول للكريتر تبركول، بما انه ذني الفراغمنتس انفصخن عن بعضهن ذن المسلز كل من راح تجر حسب اتجاه، مثلا لسر تبركل مشلبة بيها سابسكابيولارس سابسكابيولارس مسل فراح تجرها انتيريرلي، جريتر تبركل مشلبات بيها مسلز هنا قلناها ثلاث مسل ثري مسلز سوبراسباينيتس انفراسباينيتس انتيريز ماينر راح تجرها بوستيريرلي. تمام، طبعا هاي الجريتر تبروسيتي من تروح بوستيريرلي راح تدفع هذا الهيد، لان صارت ورا الهيد فتدفع الهيد انتيريرلي تدفع الهيد انتيريرلي. ليسر تبركول من تجرها سبسكابيولارس مسل انتيريرلي تدفع الهيد بوستيريرلي. فاذا يعني اللي اريد اوضحه انه الديسلوكيشن ممكن هو التروما بحد ذاتها الضربه هي تسوي، وممكن هي المسلز ورا ما يتكسر البون كل مسل راح تجر حسب الاتجاه مالتها. فاذا ال3 ال2 وال3 وال4 بارت ممكن اسوشي ممكن شوف with or without with or without anterior or posterior dislocation. اما بالنسبه الى ال1 بارت هذا بالعاده لا، لانه يعني احنا قلنا ان الفراجمنتس بال1 بارت كلهن ما منفصلات عن بعض، لذلك البون كلي تعتبرناه 1 بارت، هذا بالعاده لا يعني ما يجي بي dislocation، يعني يوجوالي ما يجي بي الا في حالات نادره. زين، هذا بالنسبه للانتيريور والبوستيريور ديسلوكيشن. يبقى الفور بارت فراكتشر الفور بارت هذا الفور، طبعا هذا يعني فور بارت فراكتشر هذا يعني سيفير فورم اوف فراكتشر. زين، يعني شديد لانه البون كليته متكسر. تمام، الجريتر تبركل رايحه، الليسر تبركل رايحه، السيرجيكال نيك متكسر. فهذا الفور بارت فراكتشر ممكن هذا الهيومرال ممكن يعني اسوشيتد وذ اذر انجريز. تمام، الفور بارت من غير ذني الفور سيجمنتس اللي راحن ممكن اسوشيتد وذ اذر انجريز. وحده من عندهن نسميها articular سبليتنج. الارتيكولار سبليتنج شنو؟ مو هاي هنا كانت عندنا الجلينويد كافيتي، الجلينويد كافيتي راح تطخ بهذا. طبعا تعرفون انتم البونز مغطايه بكارتلج بغضروف نسميه هذا احنا articular كارتلج غضروف، حتى شنو يقلل الفريكشن يقلل الاحتكاك، لذلك هذه همات يعني مغطايه بارتيكولار كارتلج، حتى لانه بالجوينت بالمفصل احتاج articular cartilage حتى يقلل الاحتكاك ما بين البون والبون، لانه البون rough surface يعني خشن، الarticular cartilage الغضروف شيء smooth ناعم فيقلل الفريكشن. فاحيانا هاي الجلينويد كافيتي الطخ هنا بهذا الarticular cartilage وتشلع من عندك، يعني هسه هذا كانه من هنا نشلع من عنده شويه، وهذا من هنا نشلع من عنده شويه، ومن هنا هم نشلع من عنده شويه، هذا نسميه احنا articular splitting. بالعاده نشوفه هذا ويا الفور بارت فور بارت، لانه فور بارت هو يعني سيفير يعني شديد قوي،
يعني ويحتاج لانرجي يعني هاي انرجي تروما يعني يحتاج لضربه كلش قويه. فبالعاده عفوا ممكن الجلينويد كافيتي يطخ بهذا الارتيكولار كارتليج ويشلع من البون نسميها هذه ارتيكولار سبلتنج. ممكن لا ممكن هذا الارتيكولار عفوا الجلينويد كافيتي يدخل كله بالبون. نعيدها هنا انا احسن كوبي. ممكن هذا الجلينويد كافيتي اللي هو هنا صاير زين يدخل بالبون كليته يعني البون يدخل يعني هذا الجلينويد كافيتي كليته يطخ بالارتيكولار كارتريج ويدخل بيه. هاي نسميها احنا ثاني نوع من الانجري نسميه ارتيكولار امباكشن. ارتيكولار امباكشن زين هذا نسميه ارتيكولار امباكشن. فاذا الارتيكولار سبلتنج انه الكارتليج شلعته يعني شلع من الاتاتشمنت من الاتصال مالته بالهيومرال هيد. ارتيكولار امباكشن انه الجلينويد كافيتي هذه الجلينويد كافيتي تدخل يعني الطخ هيك شيء بالارتيكولار كارتليج اوف ذا هيومرال هيد. ثالثا احيانا هم بعد بسبب يعني بسبب انه التروما قويه يصير عندنا هيد سبلتنج. هيد سبلتنج انه زين الهيد سبلتنج انه هذا الارتيكولار هيد هذا عفوا هذا الهيومرال هيد وما انكسر يعني وما انكسر من السيرجيكال نيك وما انكسر من الليسر يعني انفصل عن الليسر تبركول وانفصل عن الجريتر تبركول. هذا البون هم هو بحد ذاته ينكسر الى تو سيجمنتس. هذا راح نسميه احنا شنو عفوا هيد سبلتنج. هيد هذا يعني الهيومرال هيد ينقسم الى هذا نسميه احنا ارتيكولار سبلتنج. ممكن هم بعد اكو يعني فور يعني فورث تايب اوف انجري نسميه فالغاس امباكشن. فالغاس امباكشن احنا بالاورثوبيديك بالاورثوبيديك سيرجري اذا هذا عندنا بون اذا هذا البون هذا البون مالتنا من ينكسر من هنا زين هاي الفراغمنت هاي اذا مالت لاترالي يعني مالت بهذا الاتجاه صار شيء يعني صارت وضعيتها هيك هاي البروكسيمال سيجمنت عفوا هاي البروكسيمال سيجمنت نفسيتها بقت إيه هنا وهذه مالت بهذا الاتجاه تمام. هاي عمليه الميل لاترالي الى هناك هاي نسميها احنا فالغاس ديفورميتي. ديفورميتي يعني تشوه يعني الكسر مال لهنا. اما اذا هاي السيجمنت طبعا شوف البروكسيمال ثابته هاي السيجمنت ثابته هاي السيجمنت ثابته نفسيتها وهنا هم راح تكون ثابته تمام. اما اذا هنا هذا الفراكتشر نفسيته تمام. اما اذا لا مالت بهذا الاتجاه مالت بهذا الاتجاه هاي نسميها احنا فارس ديفورميتي تمام. لسهولة الحفظ دائما فالغاس بها ال فيعني رايحة لاترال هاي مو راحة لاترالي ففالغاس. فاذا اللي تروح ميديالي لازم تكون فارس يعني هذا ال يعني دائما يسهل الحفظ مالته. فاحيانا هذا الفور بارت فراكتشر الهيومرال هيد هذا الهيومرال هيد بعد ما يعني هذا الهيومرال هيد بعد ما انقسم عن الجريتر وعن هذا الهيومر بعد ما انقسم عن الجريتر والليسر تبركول اذا هسه اطلع انا نقول ايه هنا هذا الهيومرال هيد تقريبا شكله احيانا يلوف مثل ما قلنا فالغاس ديفورميتي يعني تقريبا يصير شكله ايه هيك يلوف بشكل فالغاس ديفورميتي تمام. هذا نسميه احنا فالغاس امباكشن. فاذا الفور بارت فراكتشر تمام لانه هو عباره عن سيفير فورم اوف فراكتشر يعني الورست اسوء شيء هذا من البروكسيمال هيومرال فراكتشر ولانه يوجوالي اسوشيتد ويا هاي انرجي تروما فممكن القى وياه اذر انجريز اسوشيتد وذ ات نلقى وياه اصابات بالعاده هذن الاصابات ما اشوفهن ويا ال3 وال2
وال1 اللي هنا articular splitting انه الarticular cartilage من البون ينشلق وarticular impaction انه الجلينويد كافيتي تدخل بالarticular cartilage head splitting انه هو هذا الهيومرال هيد ينكسر بعد اكثر من ما هو مكسور ومفصول عن بقيه الهيومرس والفالجس impaction قلنا لكم انه الهيومرال هيد يتحرك من مكانه بهاي الطريقه نسميها فالجس impaction زين هذا اللي يعني انا رديت دني يعني شويه general principles على الاورثوبيديك قبل لا نرجع للمحاضره معنا زين نرجع هسه للمحاضرة هنا مالتنا احنا وصلنا بها هذا اللي حكينا عليه انه قلنا نيرز كلاسيفيكيشن سيستم هو كلاسيفيكيشن سيستم نظام تصنيف المن للبروكسيمال هيومرال فراكشر يعتمد على يمن يعتمد على النمبر اوف بيسيسز او سميناها احنا فراجمنتس نفس الشكل بيسيسز او فراجمنتس ايش قسمه نيرز قسمه شوف التو بارت لاحظ التو بارت قلنا شي يحتمل اربع احتمالات ممكن الكسر بالسيرجيكال نيك وبالتالي قسم لي هاي هذا بارت اوكي بالتالي قسم لي هذا واحد وهذا اثنين تمام ممكن الكسر بجريتر تبركل هاي وياها فهذه تصبح بارت وهذا بارت فهذين اثنين ممكن الكسر بالاناتوميكال نيك فيقسم لنا الهيد عفوا فصل الهيد عن بقيه الشافت وممكن الكسر وين يكون باللسر تبركل هاي اللي هي قلت لكم يعني تتحرك انتيريور شوف هسه ما مبينه متحركه لانه الحركه انتيريور لي يعني جايه النا فما راح تبين هي 2D يعني فيجر هذا الثري بارت قلنا شنو هو يحتمل احتماليا دائما السيرجيكال نيك فراكتشر هو الثابت بي سيرجيكال نيك فراكتشر فيبقى يا اما سيرجيكال نيك فراكتشر زائد جريتر تبركل او سيرجيكال نيك فراكتشر زائد لسر تبركل تمام قلنا يحتمل يا اما هذا الاحتمال يا اما هذا الاحتمال التو بارت بهذا الاحتمال وبهذا الاحتمال وبهذا وبهذا فور بارت الفور بارت فراكتشر بالعاده يعني او الموست كومن هو سيرجيكال نيك زائد لسر تبركل زائد جريتر تبركل ريرلي يعني نادرا ممكن يكون لا اناتوميكال نيك فراكتشر زائد لسر تبركل زائد جريتر تبركل بس هذا يعني غير الكومون الشائع هو سيرجيكال نيك زائد لسر تبركل زائد جريتر تبركل زين هنا هم نفس الكلام نيرز كلاسيفيكيشن سيستم تمام يعتمد على اليمن على الفراجمنتس من انه اللي راح ينكسر هن اماكن الكسر يا اما جريتر توبوسيتي راح تنكسر يا اما اللسر توبوسيتي راح تنكسر يا اما الارتيكولار طبعا بنقول ارتيكولار سيرفيس كومبوننت يعني هذا فنقصد يعني نقصد به هذا الارتيكولار سيرفيس كومبوننت نقصد به هو اناتوميكال نيك فراكتشر زين لانه هو الكسر اذا بس نغير اللون حتى يبين هنا الاناتومي اذا قسم الاناتوميكال نيك فراكتشر راح يفصل الارتيكولار سيرفيس من هنا هذا الارتيكولار سيرفيس لانه مغطى بارتيكولار كارتليج تمام راح يفصله عن بقيه البون او ممكن هيومرال شافت اللي نقصد به هو سيرجيكال نيك فراكتشر السيرجيكال نيك فراكتشر اللي هو هنا لانه السيرجيكال نيك فراكتشر شو راح يقسم الشافت يعني بلو والهيد والليسر والجريتر تبركل كليتهن يعني سيجما كليتهن فراجمنت وحدهن وهذا فراجمنت وحدهن واكيد يعني نتذكر منو قلنا كل فراجمنت تنقسم عن البون حتى اعتبرها بارت وحد هي لازم تحقق احد الشرطين displaced more than 1 centimeter or angulated اكثر من 45 degrees displaced اكثر من 1 سنتيمتر وانجولايتد اكثر من 45 degrees هذا نفس السلايد هنا موضح انه هذا جريتر تبركل وهذا ليسر تبركل وهذا الهيد او سموه ارتيكولار سيرفيس وهذا السيرجيكال نيك وهذا الشافت شوفوا سووا التسميات يعني بين مكان ومكان قاعد تتغير بس هي يعني واضحة لأنه إذا مثلا الفراكتشر بالسيرجيكال نيك راح يقسم الشافت عن الهيد واللسر والجريتر الفراكتشر بالاناتوميكال نيك
راح يقسم الارتيكولار سيرفيس تمام عن الليسر والجريتر تبركل وبقيه الشافت. الجريتر تبركل راح تنقسم يعني واحد تنكسر واحد هو الليسر تبركل هم كذلك تنكسر واحد. زين هنا هذا نفس الجدول معيود. شوفوا هنا عندنا 1 part fracture 2 part 3 part 4 part. ال 1 part بكم احتمال؟ 4 1 2 3 4. ممكن الفراكتشر بالاناتوميكال نيك، ممكن الفراكتشر بالجريتر بالاناتوميكال نيك، ممكن بالجريتر توبوسيتي، ممكن بالسيرجيكال نيك، ممكن بالليسر توبوسيتي. التو بارت بهم طبعا ها عفوا ال1 بارت هو صح يحتمل هذني الاربعه عفوا هذني الفور بارتس انه مو لل قلنا احنا شوفوا ال1 بارت ممكن بالاناتوميكال ممكن بالجريتر ممكن بالسيرجيكال لكن كلهن ما يحققن احد الشرطين انه انه اكثر من 45 درجه او اكثر من 1 سنتي. يعني شوفوا ممكن هنا كسر ممكن ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا لكن كله لا ازال اعتبره شنو 1 بارت. ونتذكر حتى لو اربعه موجودات يعني اكو ليسر تبركل واكو فراكتشر واكو سيرجيكال نيك فراكتشر واكو جريتر تبروسيتي فراكتشر واناتوميكال نيك فراكتشر اربعتهن بس نوت ديسبليسد فلا يزال اعتبره هذا 1 بارت فراكتشر. التو بارت هو ذني بيل قلنا لكم قلنا حكينا عليهن الفور الاحتمالات الاربعه هذا 3 هذا 4 يا اما فراكتشر بالاناتوميكال نيك يا اما بالجريتر تبروسيتي يا اما بالسيرجيكال نيك ويا اما بالليسر تبروسيتي. لكن هذا شنو فرقه عن هذا؟ هالفرقه انه هالمره حتى قلت تو بارت لازم هذا الاناتوميكال نيك هالمره صار بيه فراكتشر وحقق احد الشرطين انه اكثر من 45 او اكثر من 1 سنتيم، وكذلك بالنسبه للجريتر تبروسيتي والسيرجيكال نيك والليسر تبروسيتي. تمام؟ بالنسبه الى ال 3 بارت، ال 3 لو تلاحظون شوفوا ال 3 بارت هنا فراغ ما عندنا، لان قلت لكم بال 3 بارت ما عندنا احنا اناتوميكال نيك فراكتشر. حكينا احنا بال 3 بارت قلنا ما عندي اناتوميكال نيك فراكتشر. لذلك ايش عندنا؟ قلنا السيرجيكال نيك هو الثابت، باعوا هذا الخط يعني السيرجيكال نيك هو الثابت ويا يا اما ويا جريتر تبركل فراكتشر يا اما ويا ليسر تبركل فراكتشر. طبعا كلاهما لازم السيرجيكال نيك او جريتر او ليسر تبركل كلاهما لازم يحققن احد الشرطين. اذا لا بس السيرجيكال نيك يعني حقق انه اكثر من 1 سنتيم، جريتر تبركل انكسرت بس مو اقل من 1 سنتيم، هذا راح يعتبر نعتبره 2 بارتس. نعتبره 2 بارتس، ما اعتبره 3 بارتس، حتى اعتبره 3 بارتس لازم اكو عندي سيرجيكال نيك، لازم اكو عندنا جريتر تبركل او ليسر تبركل. اذا لا اربعتهن صارن سيرجيكال نيك هذا يعني شوفوا هسه هذا المستطيل يعني يغطيهم اربعتهن سيرجيكال. انا قلت لكم الفور بارت هو مينلي سيرجيكال نيك زائد جريتر تبركل زائد جريتر تبركل زائد ليسر. تمام؟ ممكن غير لي الاناتوميكال لو تلاحظون انه هسه انه الفور بارت يعني يتضمن هذا المستطيل يتضمن هذا المربع مع الاناتوميكال نيك مو مثل الثري بارت. شوف الثري بارت كان المستطيل هنا ينتهي. زين يبقى مثل هنا ايش عندنا؟ الديسلوكيشن قلنا ممكن with or without التو بارت والثري بارت عفوا هذا التو بارت هذا الوان بارت التو بارت والثري بارت والفور بارت ممكن ويا انتيريور ديسلوكيشن ممكن ويا بوستيريور ديسلوكيشن. شوفوا الانتيريور ديسلوكيشن رايح وين؟ anteriorly والposterior رايح لوين؟ هذه هي الجلينويد هذه هي الجلينويد كافيتي وهذا الجلينويد كافيتي. فهنا رايح anterior to it هنا رايح لوين؟ posterior to it. يبقى الفور بارت هذا قلنا الفور بارت فراكتشر الفور بارت فراكتشر لانه عفوا لانه قلنا هو سيفير فورم اوف فراكتشر فممكن ويا شنو هيد سبلتنج. شوفوا هذا الهيد ورا ما انكسر ورا ما يعني من غير يعني الفراكتشر حسب نيرز كلاسيفيكيشن ممكن هو هم ينكسر هيد سبلتنج. تمام؟ ممكن عندي فالجاس امباكشن زين
فالغاس امباكشن انه هذا الهيد الهيومرال هيد صار بروتيشن باتجاه لاترال سايد. وممكن هذا ارتكيولار امباكشن، هذا ارتكيولار امباكشن. شوفوا انه قلنا الجلينويد وين داخل، يعني مثل ما نقول يعني خاسف او زارف يعني بالهيومرال هيد. هذا هو نيرز كلاسيفيكيشن. زين لاحظ هنا هذا نفس الكلام الوان بارت، الوان بارت شو قلنا عليه شنو بارتس، بارتس دو نوت ميت كرايتيريا فور ديسبليسمنت ريجاردلس اوف دي نمبر اوف فراكتشر لاينز اور انفولف بارت، وهو يعتبر الموست كومن. تمام، بالمحاضره قلنا احنا من حسن حظنا انه شوف 75% من الكيسات مع البروكسيمال هيومرال فراكتشر هي الوان بارت اللي هو يعني هذا السمبل يعني والايزي وان، انه البارتس دو نوت ميت ذا كرايتيريا ريجاردلس بغض النظر عن النمبر اوف ذا فراكتشرز نمبر اوف فراكتشر لاينز، بغض النظر عن عدد الكسور. شوف هسه هنا عندنا ممكن اناتوميكال ممكن سيرجيكال ممكن جريتر ممكن ليسر تيبوستي، بغض النظر عن العدد مالتهن فهن كلهن يعتبران وان بارت. ليش؟ لانه هن ما يحققن احد الشرطين. زين ما يحققن احد الشرطين. شوف بس هذه اكس راي، طبعا هذه اكس راي، هذه انتيرير، هذه الانتيرير بوستيرير فيو، هاي انتيرير بوستيرير فيو. ليش؟ لانه هسه انا دعباوا انتيرير لي معناته الفيلم كان محطوط انتيرير للشولدر، هاي اللي حكينا عليها هاي اكزيلري فيو. تمام، لانه هسه الفيلم محطوط على الشولدر لا امامه ولا خلفه، ابوف ات، فهسه انا دعباوا ابوف ات. طبعا هسه هنا احنا شو للوهله الاولى لربما يعني دا الاحظ شو يعني نوع هذا الهيومرس، لاحظ يعني الباوندري مالته الحدود مالته نورمال وفيسنج هاي الجلينويد كافيتي، بس هو اكو هذا هنا هذا فراكتشر، هذا فراكتشر اوف جريتر تبركل، بس هذا الجريتر تبركل displaced from the fracture. طبعا هي هاي هم تقريبا هذا وياها هم هنا بالابوف بيكتشر، هل هي displaced من بقية البون؟ لا. شوفوا left shoulder radiograph of 66 year old man demonstrate a non-displaced fracture of the greater tuberosity. تمام، with extension into the glenohumeral joint. هذا لانه الجلينو هيوم هذا الاناتوميكال نيك، تعرفون انتم الاناتوميكال نيك هي يعطي اتاتشمنت اللي مكلبه به هي الجوينت كابسول مال الشولدر جوينت، الشولدر جوينت تحيط به كابسول مكلبه بالاناتوميكال نيك، فاذا الفراكتشر لاين هذا الفراكتشر لاين عبر الاناتوميكال نيك معناتها دخل بالجوينت كابسول، فش راح اسميه هنا with extension into glenohumeral joint، لانه ما دام عبر الاناتوميكال نيك معناته دخل بالجوينت كابسول مال الشولدر جوينت، وبالتالي صار extension into anatomical neck.